هذا عنده أي سؤال؟ طيب ممتاز. الجزء الثاني يجي اللي بعديها compared to mature cow milk. compared to mature cow milk. human milk is deficient in. human milk قليل فيه. vitamin K ولا vitamin A ولا vitamin E and folic acid ولا vitamin C and vitamin D ولا folic acid and only. vitamin C and vitamin D. vitamin C and vitamin D. vitamin C and vitamin H D. ممتاز. واضح. طيب هاي الكاو ميلك هاي الهيومن ميلك طلعوا من ناحية البروتين وين أعلى؟ أكيد الكاو ميلك. كاو ميلك الفات حليب الأم متساويين متساويين. اللاكتوز أو الكربوهيدرات حليب وين الأم. أعلى؟ وين أعلى الكربوهيدرات؟ حليب أعلى. الأم. حليب الأم بذا هيومن ميلك أعلى كربوهيدرات زي اللاكتوز. الكازين والوي نسبة نسبة الوي بروتين اللي هو البروتين الصافي وين أعلى؟ في حليب الايش الام. طيب الانرجي فاليو تقريبا متساويين. الانرجي فاليو تقريبا متساويين. واضح. فيتامين زي الفيتامين اي لاحظوا انه الهيومن ميلك شماله الفيتامين اي نوعا ما اعلى من الكاو ميلك. الفيتامين دي لاحظوا انه شماله اقل موجود في الكاو ميلك اعلى. فيتامين اي لاحظوا انه شماله الفيتامين اي اعلى في الكاو ميلك. فيتامين سي كمان اعلى بايش في الكاو ميلك. فبعدين الالكترولايت هيحطك فيهم. الجواب هنا على الاغلب هو فيتامين سي وفيتامين دي. واضح مضطر له. يجي السؤال بعدي بيحكي لك 2 year old boy presented with fever cough and bilateral wheezes. عندي دكتور صايب تفضل. دكتور صايب عنده سؤال بجوز. دكتور شو بالنسبه للفيتامين كي لانه كان برضه حسيت عليها خلاف هاي. فيتامين كي هنا مش متطرقين له. الفيتامين كي هو ديفيشنت في الفيتامين كي. يس شو اسمه الهيومن ميلك هو it is deficient في الفيتامين ايش كي. صدقا ما بعرف بالنسبة للمقارنة مع الامتحان تعجزنا فيها نفس الشيء وحكينا لهم وقلنا في القاعة حكينا للمراقبين انه هيك هيك قالوا اختاروا اللي انتم بتشوفوه مناسب والمجلس الطبي اعتمد الفيتامين سي والدي ما اعتمد الكي لان الثنتين مع بعض على اساس يعني انه ديفيشنس الفيتامينين مع بعض نفس الجواب فهو اصح جوز والله. بس هو ما بعرف بدك تشوف انت مقارنة مع الكاو ميلك. بس هو ديفينتلي الهيومن ميلك اتس ديفيشنت ان فيتامين كي. يس. طيب سؤال بعدي سؤال 12 بحكي لك 2 year old boy present with fever cough bilateral wheezing physical diagnosis physician diagnosed with bronchiolitis the wrong statement about this disease is. هذا السؤال مكرر فكرته مش نص حرفي لا فكرته مكررة. most common cause is RSV. شو رايك RSV هو most common cause of bronchiolitis ولا لا انه viral؟ أكيد صح 100%. it's mainly affect children below age of 2 years يعني affect الانفانت الرضع أكيد 100%. it's self limiting disease اللي هو majority of the cases خاصة الحالات المايلد ومعظم الحالات البنكرياس هم مايلد هم self limiting. علاجه إيش؟ علاجه supportive فهو self limiting disease. antibiotic use is mandatory. هل هاي صح؟ هل antibiotic use mandatory ولا it is optional؟ It's optional. يعني شو يعني optional؟ يعني يمكن تلاقي بعض الفيزيشن بعض البيدياتر عشان بيعطوا انتيبيوتيك واذر بيدياتر عشان ما بيعطوا انتيبيوتيك ولكن in general antibiotic هل it should be used routinely؟ جواب لا مش واضح مش 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 شرط to be used routinely. طيب diagnosis mainly rely on clinical history and physical examination. yes ال diagnosis mainly يعتمد على clinical history وال physical examination. جواب هنا ايش؟ ادي هذا عنده أي مشكلة في السؤال هذا؟ أنا حط لك definition عن clinical feature للبرونكولايتس، حط لك الميكروبيولوجي most common cause هو RSV، epidemiology and risk factor، evaluation كيف نعملهم evaluation، diagnosis كيف نعملهم diagnosis، و differential diagnosis، بعدين حط لك عن انتبهوا مين هم اللي بدهم indication for hospitalization بيسألوا عنهم هذول، اللي هم الأطفال اللي عندهم moderate to severe bronchiolitis. non-severe bronchiolitis it can be treated outpatient يعني home. أما والله إذا كان indication for hospitalization طلعوا toxic appearance poor feeding lethargy apnea hypoxemia هذول كلهم indication for hospitalization. هذول indication of moderate to severe bronchiolitis. أما إذا كانت mild هذول الهيوم يدلوا على moderate to severe respiratory distress nasal flaring retraction grunting respiratory rate more than 70 permanent dyspnea and cyanosis.
هذول بدهم hospitalization for supportive care and monitoring. العلاج in general للبرونكولاس هو supportive treatment. العلاج هو supportive treatment. وضع النقطة لا supportive. هنا حط لك شوية تفاصيل عنه العلاج بالتفصيل شو هو. طلعوا supportive care. It is supportive care. اللي هو maintenance of adequate hydration, relief of nasal congestion, monitoring of disease progression. We generally don't use pharmacological intervention. Bronchodilator, we are not, يعني هم up-to-date authors هذولا. يقول لك ما بنستخدم روتينلي برونكودايليتر، ما بنستخدم الكورتيكويد روتينلي. واضح؟ We generally don't use this intervention في الحالات المايلد، هون الحكي عن النون سيفير يعني المايلد. هذول الانترفينشن بامكاننا نستخدمهم وين؟ في الحالات الايش؟ السيفير. الحالات السيفير بنعمل سبورتيف كير، واحد الاوبشن اللي بنستخدمها بامكاننا نستخدم ال شو اسمه اللي هو بحكي لك وي سجست نوت روتينلي ادمنستر انهيلد برونكودايليتر to infant and children with first opposite bronchodilators. يعني حتى الفيرست اوبوزيت ما بنعطي احنا inhaled bronchodilator زي البترول او الابنفرين. However, one time trial of inhaled bronchodilator may warranted for infant and children with bronchiolitis and severe disease. يعني بمكاننا نعمل trial. We recommend not using systematic glucocorticoid routinely in treatment of previously healthy infant hospitalized with first opposite bronchodilitis. واضح النقطة ولا لا؟ هاي كل هالاشياء انتبهوا لها، لاحظوا وسألوا عنها هي بالامتحانات. طيب نيجي للبعديها سؤال 13 بحكي لك 4 month old infant with tetralogy of Fallot. لاحظوا ركزين على البيدياتريك كارديولوجي الوحدة هاي لحد الآن. لحد الآن كم سؤال صار جاي عليها؟ 4 أسئلة وإحنا لسه بسؤال 13. 4 أسئلة على البيدياتريك كارديولوجي، يعني وحدة مهمة 4 month old infant. تلاقي بعض الوحد بعض الدورات الامتياز جايبين سيرة البيدياتريك كارديولوجي بالمرة، بعض الدورات بركزوا عليها. 4 month old infant tetralogy of Fallot يجعل الـ ER worsening cyanosis and irritable over the last 2 hours. شو هاي؟ بنشتبه بإيش إحنا لما يكون طفل عنده تراجع فلوت ويجي بـ cyanosis worsening cyanosis؟ شو بسموها هاي؟ سموها إيش؟ TET إيش؟ spells. إن هون سألنا عن TET spells. TET spells شو ميزتها؟ شو هي يعني الباثوفيسيولوجي لإلها؟ هذا بيعرف شو الباثوفيسيولوجي للـ TET spells؟ بيصير في سبازم في الصب يصير عندنا سبازم في إيش؟ في البولموناري فالف او بالمصل تبعون الفالف بالمونري فالف. هذا السبازم بيعمل لنا ايش؟ بيعمل لنا زياده في الشنتنج اوف بلاد من وين لوين؟ من الرايت سايد لوين؟ للليفت سايد. هذا بيعمل الدي اوكسجينيتد بلاد بصير يروح على السيركيليشن اكثر. الدي اوكسجينيتد بلاد هذا بيعمل ايش؟ هايبوكسيا. هاي الهايبوكسيا بتكون بتصير على البرين وعلى العضلات وعلى الجسم كامل وعلى على الهارت. فهذا بيؤدي انه يصير عنده اللي هو يعني انستيبل، يصيروا يعني هيمودايناميكلي انستيبل اند بصيروا هاي يعني سيفيرلي هايبوكسيك. اذا مانجمنت انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت جيف اوكسجين. بدهم اوكسجين ولا لا؟ بدهم اوكسجين ولا لا كون عندهم سيانوزس؟ اكيد بدهم صح ولا لا؟ بوت هيم ان ني تشست بوزيشن، حطهم في وضعيه القرفصاء اللي هي ني تشست بوزيشن. شو رايكم؟ بدهم وضعيه القرفصاء. شو بتعمل؟ شو بتعمل بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ شو بتعمل بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ شو بتعمل في السيستماتيك سيركوليشن؟ بزيد السيستميك فاسكولار ريزيستنس. بزيد السيستميك فاسكولار ريزيستنس، ممتاز. اذا زاد السيستميك فاسكولار ريزيستنس شو بنعمل احنا بالشنت بالرايت تو ليفت شنت؟ بتعكس الشنت، بنعكس الشنت، بنقلل الشنت، بنقلل كميه الدم اللي بنتقل من رايت ليفت بنقلله، فاذا السينوزس بيقل. ممتاز، حلو، بيقلل الشنت، حلو، بزيد السيفز رصاص، حلو جدا. give him IV fluid bolus. IV fluid bolus شو رايكو؟ IV fluid bolus لما تعطيهم انت IV fluid bolus هيك بتزيد الفوليوم في السيستماتيك سيركوليشن. لما تزيد الفوليوم في السيستماتيك سيركوليشن هذا بمنع الدم من الرايت سايد، شو ماله؟ يروح عوان على الليفت سايد. شو رايكو؟ طيب احكي لك give loading dose of digitalis. تعطيهم digitalis. هل digitalis هو علاج لايش digitalis؟ للهارت فيلر. يعني هارت فيلر، هل هون اتس انديكيتد؟ هل الطفل شوينج ساينز اوف هارت فيلر بالسؤال؟ لا، ديجيتالس كان بي يوزد ولكنه مش بالسيناريو هذا. ديجيتالس از ون اوف ذا اوبشن اتس يوزد فور تريتمنت هارت فيلر عند الاطفال، ولكن الطفل هذا ما عنده ساينز اوف هارت فيلر، لذلك هاي غلط. ادمنستر 0.01 تو 0.02 ملغ بير كي جي مورفين. شو رايكم؟ نعطي احنا مورفين، الجرعه هاي جرعه قليله هي، بس على كل حال بنعطي احنا عاده 0.1 ملغ بير كي جي. فهاي بنعطي احنا مورفين. شو ميزه المورفين؟ شو بيعمل بالبلمونري فاسكولار ريزيستنس؟ شو بيعمل بالبلمونري فاسكولار ريزيستنس؟
بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس، كونه بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس شو راح يعمل بالشنط؟ راح يقلل الشنط لانه له فاز دايليتيشن افكت على البلمونري سيركيليشن، فلذلك بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس. لما يقلل البلمونري ريزيستنس بهاي الطريقه كمان احنا بنقلل الشنط. فالجواب هو دي تيتسبلز اللي هو هايبرسونيتك تيتسبلز، عرفوهم هيو مانجمنت اوف هايبرسونيتك هيو هوم ستيبس. لازم you require rapid and aggressive stepwise approach. Place the patient in each chest position. Administer oxygen. If these fail, administer intravenous fluid bolus, 10 to 20 ml per kg, and dose of narcotic. Morphine can be used, 0.1 mg per kg. Intranasal fentanyl or midazolam can be used, IV or بعض الأحيان IM or subcut. If the above following fail, you have to give IV beta blocker, propranolol, 0.1 mg per kg. أو إزميلول 0.1 ملغ بير كي جي بير دوز. واضح النقطة ولا لا؟ بعدين نعطي إزميلول إنفوجن. إف بيتا بلوكر فيلد إنسفيشن نعطي فينالفرين 5 إلى 20 ميكروغرام بير كي جي بولس. إف أول أوف ذيس ميجر فيلد المريض بحاجة إلى إمرجنسي كومبليت سيرجيكال ريبير، أو بيكون بحاجة إلى إمرجنسي اللي هو أورتو بولموناري شنت أوبريشن. واضح النقطة ولا لا؟ هذا هو الأبروتش للعلاج. إذا انتبهوا له الهارت فيلر، ديجيتالس استخدم للهارت فيلر. واضح النقطة ولا لا؟ ديجيتالس استخدم للهارت فيلر، فوراسيمايد استخدم للهارت فيلر، وأنا الطفل ما عنده أي علامات بتدل على هارت فيلر عشان نستخدم هاي الأشياء. طيب سؤال 14. 3 year old male come to clinical feature of acute hemolysis. عندنا acute hemolysis. Acute hemolysis. He is known to have G6PD deficiency. عنده G6PD، لاحظوا مركزين على وحدة إيش؟ وحدة الهيماتولوجي، وبالتحديد على موضوع الهيموليز، صح؟ يعني هذا السؤال الثاني أو الثالث في موضوع الهيموليز. Which of the following laboratory feature would not be seen in this condition؟ انتبهوا للطلاب اللي بقعدوا ثلاثة أربع أيام مش نايمين قبل الامتحان، انتبهوا هاي الكلمات تغير مجرى السؤال كامل. Would not be seen، شو راح نشوفها؟ Free hemoglobin in urine، هل بنشوف free hemoglobin in urine ولا لا؟ هيموغلوبينوريا أكيد بنشوفها. Elevated reticulocyte count، هل بدل على الهيموليز الريتيكولوسايت كاونت؟ كانت موجودة هاي الخيار بموضوع الهيريتري هيريتروسايتوزس، اكيد الريتيكولوسايت بدل على الهيموليز اكيد. الفيتد هابتوغلوبين ولا لو هابتوغلوبين؟ شو رايكم؟ لو هابتوغلوبين. واضح. اندايركت هايبر بيلوروبينيميا، يكون مرتفع الاندايركت بيلوروبين اكيد صحيح. Elevated LDH كمان صحيح، جواب هون هابتوغلوبين بدل elevated لازم يكون ايش لو. Laboratory confirmation confirmatory test أو confirmation for hemolysis هي anemia، هي واحد. Increase reticulocyte count reticulocytosis and sign of red blood cell destruction. Increase lactate dehydrogenase. Low هابتوغلوبين. Increase unconjugated bilirubin. انتبهوا low هابتوغلوبين. هاي هون حط لك laboratory finding in hemolysis and in hemolytic anemia. Anemia one more response اللي هو reticulocytosis and the release of red blood cell content اللي هي LDH بارتفاع، الاندايركت بيلوروبين بارتفاع، الهابتوغلوبين بيقل. انتبهوا له هذا، انتبهوا له. هيموغلوبينوريا for intravascular hemolysis. طيب red blood cell morphology changes. spherocytes هاي بنلاقيها بالspherocytosis. schistocyte بنلاقيها بالmicroangiopathic hemolytic anemia. sickle cell بحالات sickle cell anemia. target cell بحالات الثلاسيميا. anterior drop cell بحالات الثلاسيميا. واضح. أرجوك ركزوا على موضوع الهيموليزس، مهم جدا. بلوس كليرا is recognized feature of بلوس كليرا اللي هو سكليرا لونها أزرق. recognized feature of بيتا ثلاسيميا، attack sectorangiectasia، أسوجينيزس إمبرفكتا، ترازم 21 ترنر سندروم. شو الجواب؟ أسوجينيزس إمبرفكتا اللي هو بريتل بون سندروم بسموه، أو بسموه فراجايل بون سندروم. واضح اللي هو أسوجينيزس إمبرفكتا. واضح أسوجينيزس إمبرفكتا هو الكاركترستيك للبلوسكليرا. هاي البلوسكليرا انتم شايفين هاي اللون ازرق، بلوسكليرا از كاركترستيك فور اسيجينيزس امبرفكتا. اجى سؤال زي هيك يعني بيجيب لك اسئله زي هيك، اعرفوهم. واضح. طيب وانا شارح لك عن الاسيجينيزس امبرفكتا من ناحيه التعريف ديفينيشن، من ناحيه الكوزس، من ناحيه الكلاسيفيكيشن، من ناحيه كيف نعمل له دياجنوزس وديفرنشال دياجنوزس له والمانجمنت للاسيجينيزس امبرفكتا. واضح. طيب يجي السؤال بعد السؤال 16. child present with fever 38.9 يعني high grade temperature. dysuria عندنا اللي هو ألم مع التبول. dysuria. urine pyuria is present، مبين أنه اليورين فيتو قيح، فيتو urine pyuria is present. and urine culture show 104 colonies of E. coli. واضح. شو رأيكم هذا الطفل إيش most probably شو عنده؟
most probably most probably شو عنده؟ عنده UTI. ممتاز، عنده UTI most probably عنده UTI. واضح. طيب هسه what would be the most appropriate for this child? Start treatment as urinary tract infection on oral cefixime. شو رأيك هاي صح ولا لا؟ لازم نعتبر الطفل عنده UTI أو نعتبره أنه عنده UTI ونبلش له علاج على oral antibiotic. Oral antibiotic يعني بإمكاننا نعالجه outpatient ولا inpatient بده. Outpatient ولا inpatient اعتمادا على الشرح هذا. Outpatient ولا inpatient. Outpatient. واضح النقطة لا. مهم جدا موضوع UTI وفي موضوع infections in general تعرف شو الكريتيريا for hospitalization خاصة عند الأطفال. مهم جدا كونك طبيب بدك تتخرج تفتح عياده لازم تعرف مين هم الاطفال اللي لازم تحولهم للمستشفى، مين الاطفال اللي لازم تعالجهم في البيت. هاي مهمه جدا لك واسالوا عنها. Start treatment as urinary tract infection on oral cefixime اللي هي cefixime اتوقع هو second generation cephalosporin. هاي هي الجواب الصح. طيب start prophylaxis بلش على prophylaxis على trimethoprim sulfamethoxazole. هل هاي صح؟ استخدم prophylaxis. غلط، الطفل هذا عنده UTI لازم نعطيه علاج مش بروفيلاكسس فهي غلط. طيب واضح. بحكي لك 104 كالوني are considered insignificant in this patient. هل ال 104 كالوني insignificant؟ هل بإمكاننا نحدد من المعلومات اللي معطينا إياها بالسؤال إنها insignificant أو إنها significant؟ دكتور محمد بحكي إنها significant. شو رأيكو؟ هل بإمكاننا نحدد من المعلومات الموجودة إنها significant ولا insignificant؟ هذا إمكان. سيمتوماتيك هو المريض. المريض سيمتوماتيك. طيب يعني سيجنيفيكانت راح يعني سيجنيفيكانت. طيب هو احنا بنحدد سيجنيفيكانت او انسيجنيفيكانت اعتمادا على ايش؟ سيجنيفيكانت بكتيريوريا هاي بنسميها احنا اللي هي سيجنيفيكانت بكتيريوريا. واضح؟ عن طريق حرارته لانه 39. لا هسه طلعوا علي، هي بتعتمد على انها تكون سيجنيفيكانت ولا لا على الكوليكشن ميثود. اذا كانت الكوليكشن ميثود suprabubic aspiration بحكي لك any growth يعتبر significant. إذا كانت الكوليكشن عن طريق urinary catheter أكثر من 10,000 أكثر يساوي 10,000 هي significant. إذا كانت midstream without catheter أكثر من 100,000 أكثر يساوي 100,000 تعتبر شماله تعتبر significant. بحكي لك consider 10,000 إلى 50,000 if there is a high clinical suspicion of UTI. زي هذا الطفل، الطفل هذا high clinical suspicion of UTI ولا لا؟ high clinical suspicion. ولكن المعلومات اللي معطيك إياها هنا مش كافية إن نحدد إنها significant ولا insignificant. واضح المعلومات اللي معطيك إياها هنا السؤال مش كافية، يعني مش معطيك شو method of collection، مش معطيك method of age of collection، والأمر الآخر مش معطيك قديش عمر الطفل أصلاً. فلو كانت مثلاً اليورين كوليكشن عن طريق سوبرا بيوبيك شو بتكون هاي الكمية 104 تكون significant. لو كانت الميثود اوف كوليكشن مثلا يورين ريكستر او ميدستريم بتكون شو مالها هاي تكون insignificant. فلذلك الجملة هاي جملة شو مالها غلط انا نحطها جواب لانه ما بنقدر نحدد، لازم نعرف شو الميثود اوف كوليكشن هذا هو اللي بحدد هل هي significant ولا لا. طيب repeat urine and culture، هل في داعي تجربة اليورين والكلتشر والطفل عنده clinically وحتى laboratory عنده evidence of infection؟ ما في داعي، واضح ما في داعي. ultrasound abdomen to rule out features of UTI، هل نعتمد احنا على ultrasound to rule in or to rule out UTI؟ جواب ايش؟ لا، جواب لا. واضح بنعمل احنا ultrasound للكدني اذا كان عندي severe UTI to check for complication of UTI، لأنه الفيبرايل UTI أو السيفير UTI can be complicated with kidney scar and kidney involvement. فلذلك جواب هنا إيش؟ start treatment. Start إيش؟ treatment. واضح النقطة ولا لا؟ start treatment هذا هو الجواب. You have to start treatment as soon as possible عند هذول الأطفال، لأنه في حالات سيفير فيبرايل UTI في عندك risk of renal scar. إذا صار عندك renal scar يمكن يصير عندك element of renal failure عند الطفل. لذلك عشان to avoid this you have to start treatment. You have to start treatment as soon as possible. واضح النقطة ولا لا؟ هيا لازم تبلش في التريتمنت. أنا شارح لك حط لك definition of urinary tract infection عند الأطفال. Significant bacteriuria. Clinical relevant uropathogen. أهم شيء الإيكولاي طبعا. Symptomatic patient.
الطفل هذا سيمتوماتيك يعني مبين عند بيوريا. طيب هسه مهم جدا نعرف انه early antibiotic therapy within 72 hours of presentation may prevent renal damage. هاي مهمه جدا، هاي مهمه جدا نعرفها. بحكي لك delay in the treatment of febrile UTI was associated with increased risk of renal scarring. Delay for 48 hours or more increase the new renal scarring by approximately 47%. فلذلك you have to start treatment في cases of with high probability of UTI. واضح؟ طيب يجي للبعدية، السؤال البعدي شو الـ first line treatment تعتمد على الـ هي الـ recommendation هون مشروحة شو الـ first line treatment. بحكي لك بحكي لك second and third generation cephalosporin and aminoglycoside are appropriate first line agent for empiric treatment of UTI in most of the children particularly in those with increased risk of renal involvement عندهم حرارة أعلى من 39 اللي هو second and third generation cephalosporin and aminoglycoside. واضح النقطة ولا لا؟ طيب في عندنا اورال ثيرابي يعني للاوت بيشنت تريتمنت، وفي عندي انا بارنترال ثيرابي هذول للان بيشنت تريتمنت لازم تعرفوه. طيب يجي للبعدي السؤال 17 2 داي اولد نيو بورن بيبي هاز ابسنت ريد ريفلكس. ابسنت ريد ريفلكس يعني شو عندنا احتماليه شو يكون عندنا ديفرنشال اوف ابسنت ريد ريفلكس ديفرنشال اوف ابسنت ريد ريفلكس ايش هو؟ كاتراكت 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 وكونه او كاتراكت كاتراكت هسه 2 days هاي شو بتكون الكاتاراكت؟ congenital كاتاراكت. في عندي congenital اهم differential للابسنت ريد ريفلكس للاطفال حديثي الولاده congenital كاتاراكت، وكمان زي ما انت حكيت في عندنا الريتينوبلاستوم. واضح النقطه ولا لا؟ طيب ان جنرال الريتينوبلاستوم بتيجي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ريتينوبلاستوما يونيلاترال. يونيلاترال ممتاز. هون شو حاطط لك اياها بالسؤال؟ شو مال الابسنت ريد ريفلكس؟ bilateral. طيب urine test is positive for reducing substance يعني في اليورين في عندي انا مواد اسمها reducing substance مواد سواء جلوكوز او بروتين او reducing substance. شو رايكو has soft heart murmur عنده soft heart murmur عندك زي most likely diagnosis ايش بفكر مرض اسمه bomb disease. bomb disease هذا نوع من انواع الكولاجين metabolic disorder يصير عندي تراكم للكولاجين في الخلايا. tyrosinemia مرض metabolic تصير تراكم في التيروزين في الجسم امينو اسيد او جلاكتوزيميا ولا ريتينوبلاستوما ولا كونجنيتال بي دي اي. شو رايكم شو الشيء الاصح نجاوبه كون الطفل عنده ريديوسينج سبستانس باليورين وعنده بايلاترال كاتراكت؟ مين من هذول بيجي معاه كاتراكت من هذول الامراض اي بي سي دي اي بيجي معاه كاتراكت؟ اللي هو جلاكتوزيميا. اللي هو ايش؟ جلاكتوزيميا. واضح جلاكتوزيميا. ريتينوبلاستوما ما بتيجي دكتور علاوي بايلاترال most likely two third of the cases of retinoblastoma بيجوا unilateral. واضح نسبة النتيجة bilateral كأنه 20% فقط 80% من الحالات هي unilateral. لذلك الجواب هنا galactosemia. واضح galactosemia على الأغلب. واضح هاي أنا أشرح لك عن الفيس galactosemia وشو المانفستيشن اللي بيجوا فيها. طيب لو حكى لي الطفل هذا نفسه حكى لك إنه شخص بالgalactosemia شو most likely cause of sepsis عند هذول الأطفال؟ إيكولاي. هذا من الأشياء اللي بتيجي الامتحانات كثير انتبه لها بيجوا بـ إيكولاي سبسس. إيكولاي سبسس. طيب طيب نيجي للبعديها. بحكي لك 18 3 year old boy comes with clinical feature of delayed motor milestone. delay motor milestone عنده تأخر في الموتور مايلستون. calf hypertrophy and positive gower sign. إيش هذا؟ أيوه حطي لك التشخيص أصلا حكي لك إنه مشتبه إنه عنده إيش Duchenne muscular dystrophy suspected. بحكي لك what is the most appropriate test to make the definitive diagnosis. شو رأيكو سرم CBK level نطلب ولا سرم troponin level ولا EMG electromyography ولا muscle biopsy ولا سرم dystrophin level؟ شو رأيكو شو الجواب؟ muscle biopsy اللي هو muscle biopsy. ممتاز. في طلاب كثير شو جاوبوا بالغلط؟ سرم dystrophin أكيد سرم dystrophin. في طلاب ثانيين شو جاوبوا كمان؟ CBK. حلو. هسا اول شيء الدستروفين احنا بنعمله بسرم فيه فحص اسمه سرم دستروفين. ما بنعمل في شيء اسمه سرم دستروفين ليفل. الدستروفين احنا بنشيكه وين؟ عن طريق ايش؟ عن طريق الجينيتك تيستينج. جينيتك مولكولار جينيتك تيست.
عن طريق الموليكولار جينيتك تيست. في عندنا موليكولار جينيتك ايش تيست. في الموليكولار جينيتك تيست بنعمل جينيتك تيستينج للدستروفين ليفل، وهذا هو الموست كومن يوزد فور كونفيرميشن اوف دياجنوستس. بس انتبهوا، موليكولار جينيتك تيستينج وليس بلد دستروفين ليفل. احنا بنشيك الدستروفين على الجينات، او بنشيك وجود الموتيشن تبع الدستروفين او ابسنت اوف دستروفين، انه الدستروفين مش موجود، اللي هو موليكولار جينيتك. لو حكالي بالخيارات موليكولار جينيتك تيستينج، حط لي مصل بيبسي، الموست كومن يوزد هو ليس المصل بيبسي، الموست كومن يوزد هو الموليكولار جينيتك تيستينج. موليكولار جينيتك تيست از مور كومن ذان المصل بيبسي. المصل بيبسي يوزد ان كيسز اوف نون كونكلوزيف موليكولار جينيتك تيستينج. الموليكولار جينيتك تيست كانت نون كونكلوزيف، النكست ستيب تعمل مصل بيبسي. واضح، لانه الموليكولار جينيتك تيستينج يعني فحص شويه نون انفيزيف، يعني ما في داعي ناخذ عينه من العضلات هاي. فالموليكولار جينيتك تيستينج هي الفيرست لاين للكونفيرميشن، سكند لاين هو المصل بيبسي. ولكن مش حاط لك السؤال الموليكولار جينيتك تيستينج، فالجواب هو المصل بيبسي. السي بي لو حكى لي نفس السؤال، حكى لي بدي انا فيرست لاين لابوراتوري تيست، او فيرست لاين الموست ابروبريت نيكست ستيب اوف مانجمنت، بدون ما حط لي ديفينيتيف دياجنوستس. لو حكى لي الموست ابروبريت نيكست ستيب اوف موست ابروبريت نيكست ستيب للمانجمنت، في المانجمنت ايش هو الجواب؟ بيكون ايش؟ سي بي كي. سي بي كي هو اول فحص بنبلش فيه للاطفال المشتبه عندهم دوشيان ماسكولار. شو راح نتوقع السي بي كي يكون؟ هاي هاي فيري هاي، يكون عالي جدا، يكون ايش؟ عالي جدا. اذا كان السي بي كي لو، شو رايكم؟ هل دوشيان ماسكولار في لايكلي ولا ان لايكلي؟ اذا كان السي بي كي لو، دوشيان ماسكولار ديستروفي ان لايكلي. You have to think about alternative diagnosis. لازم تفكر بالالترناتيف دياجنوستس. وهذا حكي مش بس للدوشين ماسكولار ديستروفي، حتى للبيكر ماسكولار ديستروفي. اول تست لو حكى لك بدي فيرست لاين او فيرست ستيب، الجواب هو سي بي كي، وغالبا راح يكون عالي اذا كان تشخيصنا متوقعينه صحيح. اذا كان عالي النكست ستيب، شو النكست ستيب؟ انك تعمل ايذر موليكولار جينيتك تيستينج، او اذا مش افيلبل موليكولار جينيتك تيستينج تعمل مصل بيبسي. اذا عملت موليكولار جينيتك تيستينج وطلع نون كونكلوزيف تعمل مصل بيبسي. تعمل ايش؟ مصل في ابسي. هذا هو الجايد لاين، هذا هو الايش؟ الجايد لاين. هون احط لك بحكي لك باثولوجيكال موتيشن ان ذا دستروفين جين وذ جينيتك تيستينج هي الموست كومن يوزد، هذا الموست كومن يوزد فور كونفيرميشن. ليس اوفن باي مصل بي اب سي. مصل بي اب سي ايفيدنس اوف توتال ابسنس اوف دستروفين ان ذا دوشين ماسكولار ديستروفي اند ريدوس دستروفين ان بيكر ماسكولار ديستروفي. الفرق بين الدوشين والبيكر انه الدستروفين بيكون ابسنت، اما في البيكر بيكون ريدوس، بيكون قليل. ولكن as a first step زي ما حكيت لكم، نعتمد على ال to confirm the diagnosis. فهي when dystrophinopathy is suspected, creatinine CK should be obtained and the child should be referred to neuromuscular specialist. لازم نعمل CBK as a first line, as a first dash line. يحكي لك when molecular genetic testing fail to identify disease causing mutation, next step تعمل مصل بيبسي. هذا أنا حكيت لكم. يجي السؤال 19 بيحكي لك eight-year-old girl came to accident in emergency with low grade temperature. Her parents think she is not eating and drinking properly for the last 2 weeks. She is admitted as you can't confidently find the source of infection, but she has no cough, ما عندها cough, no rash, no vomiting, no diarrhea. Next day, complain of headache, صار عندها headache and start vomit, صار عندها vomiting. She has lumbar puncture, عملها lumbar puncture. White cell count 100, يعني مرتفع. White cell count مرتفع. 60% شو ماله؟ lymphocyte، يعني lymphocytic predominant. Lymphocyte predominant أكثر شيء. Red blood cell zero. Protein 0.3. Protein يعني ارتفاع بسيط. And the glucose 4.3 يعني normal. The glucose normal. Serum glucose 6 وبال CSF 4.3 يعني normal. طيب based on given clinical level، لاحظوا the glucose normal. White cell count مرتفع mainly lymphocyte. والبروتين مرتفع mildly شوية. ايش هذا كله؟ بكتيريال، فنجال، فيرال، منينجيتس، انكيفالاتس. الجواب فيرال منينجيتس. سؤال قديم جديد هذا، دائما بيجي بالامتحانات. ارجوكم ركزوا انواع المنينجيتس والفروقات بيناتهم. واضح البكتيريال، الفيرال، شو اسمه التي بي، توبركلوزس. ارجوكم ركزوا عليهم. هي حط لك الجدول هون ملخص فيه السيربوسوايل فلويد فايندينج ان سنترال نيرف سيستم انفكشن. واضح، انتبهوا لهم هذول. سؤال بعدي، سؤال 20. 4 يير اولد بوي has been diagnosed recently with autism. شخص مؤخرا باوتيزم، توحد.
child and parent presented to specialized pediatric clinic. يجوا على عيادة خاصة متخصصة بهذا المجال to start the appropriate treatment. بحكي لك one of the following is correct as a first step of management. ديازيبام, نعطيه ديازيبام, نعطيه منوم أو مهدئ. هل هذا صحيح إن نبلش بالطفل بديازيبام؟ ولا أنت بتدخل الطفل بالحيط؟ بتدخل الطفل بالحيط. ممتاز, يعني منطق إنك تبلش على ديازيبام, يعني هو أنت بدك تهدي, يعني بدك تهدي وتنومه يعني وخلاص وعيش حياته نايم, يعني هل بنفع هذا صح؟ يعني ديازيبام إحنا بنعطيه, بس هل هو as a primary treatment أو as a first step treatment, ولا هو الت أو هو بنسميه complementary أو بنسميه يعني complementary, يعني هو إشي بيكون goal directed. شو يعني goal directed؟ إذا الطفل شايفين إنه عنده anxious, عنده anxiety أو عنده anxiety disorder, معطيه إحنا ديازيبام. واضح؟ بس ديازيبام بدنا نعطيه as a first step, هذا غلط. vitamin and mineral هل يعطى ولا لا يعطى؟ وإذا يعطى هل هو first step؟ بيعطى بس مش first step. يعطى بس ولكن مش first step. الفيتامين هو complementary, كمان هو complementary management, يعني أشياء supplementation. بيكون بلاكس للأشياء الثانية. الفيتامينز هو ليس primary treatment, هو أشياء complementary, أشياء بتساعد وليست هي primary treatment. الفيتامين والمينرال سيها بتنحط ضمن, لأنه التريتمنت طلعوا في عندي أنا behavioral and educational intervention, في عندي pharmacological intervention, في عندي كمان عندي إشي اسمه اللي هو complementary and alternative therapy. complementary and alternative therapy. طيب الفيتامين ما بيجي سبورتف حكيم؟ الفيتامينز هو من الكمبلمنتري, فيتامينز من الكمبلمنتري and alternative therapy اللي هم vitamins and mineral supplementation and special diet. هذولا complementary and alternative. alternative يعني بدائل, complementary يعني أشياء تدعيمية أو أشياء إضافية, خلنا نسميها أشياء إضافية. في ضمن الفارماكوثيرابي, ضمن السايكوفارماكولوجيكال أو سايكوفارماكولوجيكال ثيرابي, في عنا بإمكاننا نعطي الديازيبام. بس هو هاي الأشياء إحنا بنلجأ لها for targeted symptoms, to target specific symptoms. الإنكزايتي مثلاً نعطيها مثلاً ديازيبام. واضح؟ الطفل إذا كان عنده sleeping dysfunction نعطي أدوية ثانية بتساعد في sleeping, منومات. واضح؟ هذول هم انتبهوا له. behavioral and educational, شو رأيكوا behavioral and educational؟ هاي هي الجواب الإيش الصحيح. لازم إحنا نبلش ب behavioral and educational. أولانزابين هو anti-psychotic. أكيد هذا مش هو الفيرست لاين. أولانزابين هو للسيمتوم تارجت ثيرابي, هو شيء سكندري وليس فيرست لاين. جاوب هون behavioral and educational intervention. treatment modality في عندي behavioral and educational intervention. هاي التارجت الكور سيمتومز اوف autistic spectrum disorder. الفارماكولوجيكال انترفنشن يوزد تو ادرس ميديكال اند سايكاتريك كوموربيديتيز او كو سيمتومز, سيمتومز اللي بتيجي مع الاوتيزم. دونت تريت ذا كور ديفيسيت, يعني ما بتعالج الاوتستيك سبيكترم ديس اوردر الكور بروبلم اللي عندهم الاساسيه. هذا بيهيفير ادكيشن انترفنشن, حط لك امثله على البيهيفير ادكيشن البروجرام. هاي ستاف تو ستودنتس ريشيو, تيتشرز لازم تكون سبيشال تيتشر, مينيمم 24 اورز بير ويك سيرفيس, ان جوينج بروجرام ايفالويشن اند ادجستمنت, كريكولم لازم تكون يعني خاصه لهم, هاي سبورتيف تيتشينج انفايرمنت, فانكشنال اناليسيس للبيهيفير تبع هذول الاطفال, فاميلي انفولفمنت لازم الاهل يكونوا يعني بي على على علاقه يعني على تدخل مباشر بعلاج هذول الاطفال, اند كلوز مونيتورينج اند موديفيكيشن اعتمادا على التشايلد نيد, على حاجات الطفل. كل هاي ضمن البيهيفيرال اند ايدوكيشنال بروجرام او بيهيفيرال اند ايدوكيشنال ثيرابي, بيهيفيرال اند ايدوكيشنال ثيرابي او بيهيفيرال ايدوكيشنال انترفنشن. واضح؟ طب هاي النقطه بسالوا عنها بالامتحانات. نيجي للبعدي. 2 years old boy was brought, خلني اوقف الفيديو هون, بلش فيديو جديد.